يكون في تغطية عاجلة لنتائج تنسيق المرحلة الأولى، والخبر الأبرز اللي كل البيوت المصرية مهتمة بيه النهاردة، سواء اللي عندهم أبناء في الثانوية العامة ومنتظرين الأرقام للالتحاق بالجامعات، أو عندهم أقاربهم، أو حتى الطلاب. ملايين المصريين النهاردة كانوا منتظرين مؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وطبعا كان معاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة. خلوني أقول لكم إن المؤتمر النهاردة نقدر نقول إن هو مؤتمر تاريخي، لأن الانخفاض والأرقام اللي تم تسجيلها النهاردة في هذا المؤتمر أرقام تاريخية. يمكن لو كنا قلنا من كام سنة كده إن الأرقام دي ممكن تحصل كانت الناس هتقول مستحيل. يمكن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي مهد لنا خلال الفترة الأخيرة إن الأرقام هتنخفض بالشكل ده، لكن طبعا الكلام غير لما الفعل بيكون على أرض الواقع. فطبعا النهاردة كنا بنشوف مع حضراتكم الأرقام، وخلونا نتابع معاكم أبرز هذه الأرقام. خلونا أقول لكم إن أبرز الأرقام اللي أعلنها وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالطب البشري سجل 90.73%، يعني رقم ما حدش يتخيله أبدا. طب الأسنان سجل 90.24%، العلاج الطبيعي سجل 88.54%، والصيدلة 88.53%، الهندسة سجلت أقل من 80%، ولسه في أماكن خالية للطلاب في المرحلة التانية. طيب بالنسبة لشعبة الأدب، عدد الطلاب اللي تقدموا برغبات في تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألف، ومعدل انخفاض الدرجات وصل ل 37.5 درجة. الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية كان 83.9 في كلية سياسة واقتصاد، طبعا رقم غير مسبوق يمكن للجيل الحالي، ما نعرفش إذا كان قبل كده، يعني في سنين قديمة خالص أو أجيال قبل كانت في أرقام شبه كده. 80.73% للألسن إعلام، 79.45%، و78.29% للآثار، وكلية الفنون الجميلة سجلت الحد الأدنى 67.8%. خلونا أفكركم إن وزارة التعليم العالي كانت أغلقت باب التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخميس اللي فات في تمام الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر طبعا اللي خلص من دقايق، هتكون موجودة على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وطبعا هننقلها لحضراتكم على اليوم السابع. طبعا ممكن يكون أولياء أمور كتير من الطلاب متفاجئين بالتنسيق، واللي أرقامه قلت بشكل واضح عن تنسيق العام الماضي الكليات، ويمكن الأعوام كمان اللي قبل كده، خصوصا طبعا كلية الطب بأنواعه والهندسة والإعلام. نعيد على حضراتكم نتيجة التنسيق الخاص بالقبول في جامعات المرحلة الأولى اللي أعلنها وزير التعليم العالي قبل دقائق، وقال إن الحد الأدنى للقبول بالطب البشري التنسيق الجامعات 2021 سجل 90.73%، طب الأسنان 90.24%، والعلاج الطبيعي 88.54%، والصيدلة 88.53%، والهندسة أقل من 80%، وفيها أماكن خالية في المرحلة الثانية للطلاب. كمان وزير التعليم العالي أكد أن المرحلة الثانية للتنسيق هتبدأ يوم الثلاث، ودي معلومة طبعا مهمة جدا للناس اللي عايزة تقدم في المرحلة الثانية، بأكد لحضراتكم هتبدأ يوم الثلاث القادم وبتستمر حتى السبت 4 سبتمبر.